غالية قوي ومفيش فلوس مع الناس ومفيش لبيع ولا في شراء. الجو تعبان جدا. بقول لك مش من بزع كل سنة عملنا البعنا الحمد لله، كان الجو حلو كل حاجة من ساعة الصور من حاجة، وقاعدين بتاع الناس مبدد مننا قاعد من بيت في البرد من كله والنار كله برد ومن ميت من البرد والله العظيم عشان لقمة العيش. طب هنا نروح فين؟ طيب صعوبات غير قول ما يضلها كويس وحلوة لما كل حاجة غيرت الوقت. اشمعنى الحلاوة لكيلو السكر الوقت 6 جنيه و 7 جنيه؟ يعني اشمعنى الحلاوة تبقى مثلا بخمسة ولا بعشرة؟ الأسعار هي هي بتاع السنة اللي فاتت، ما في جديد، بس الجديد اللي الناس تعبانة مش مثل ما كل السنة. أسعار الحلاوة غالية يعني مش زي السنة اللي فاتت، يعني مثلا كيلو السكر كان بعشرة، السنة دي ب 12. والناس يعني مش زي السنة اللي فاتت أكيد طبعاً، كل مسجون كل واحد على جد. مسهل نقول يا مسهل يا مسهل زايدة علينا زيادة وغالية، كل يقول لك غالية غالية غالية. طب ما احنا مش بدينا ان هي غالية، طيب هي جاية غالية من عند اصحاب، هنعمل ايه؟ طيب قيمة الحلاوة 3 كيلو عاملة 60، 2 كيلو ونص عاملة 50. نفس علبة الحلاوة عندنا كيلو عامل 15، بنبيع احنا ب 17 ب 16، بس ما فيش بيع، بنضطر نبيع ب 16 ب 15 ونص، والستايب ده بنضرب 10.